السلام عليكم. مئات الآلاف من الطلاب العرب يستعدون سنوياً لدخول الجامعات وأعداد مماثلة للتخرج، ووسط هذا الرقم الكبير يدور في الفضاء التعليمي سؤال عن الهدف الأعلى الذي تسعى الجامعات العربية إلى تحقيقه، وعن مدى إسهام التعليم العالي عربياً في إنتاج المعرفة. في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب نسأل عن الفلسفة التي يقوم عليها التعليم الجامعي العربي، وعن حدود المعرفة التي تنتجها الجامعات العربية، كما نبحث الكيفية التي يمكن بها الانتقال من طور التعليم التلقيني إلى مستوى التعليم البحثي الذي يوصل إلى إنتاج المعرفة والابتكار. أهلا بكم. الحديث عن التعليم الجامعي في الوطن العربي يقودنا لفتح ملف التعليم الأساسي النظامي بشكل عام، حيث يعاني هذا القطاع من مشاكل كبيرة كالحشو والكم على حساب النوع، إضافة إلى التقليد والتلقين والتركيز على الحفظ بدلا من تنمية الفهم والتطبيق في الواقع وتنمية ذكاء الطفل ومهاراته. فالتلميذ بعد إنهائه الثانوية العامة يصل إلى الجامعة وهو لا يتحكم في لغته الأم بطريقة جيدة ولا باللغة الأجنبية، ويفتقر إلى أدنى مقومات التفكير التحليلي والتفكير النقدي. حينئذ تواجه الجامعة مشكلات جمة في التعامل مع هذه النوعية من الطلاب، ومن هنا تبرز التساؤلات حول أهداف الدول العربية من التعليم الجامعي، وماذا تريد من تلقين المعلومات وتخريج عشرات الآلاف من الطلاب بغض النظر عن نوعية تكوينهم وعن احتياجات السوق، وهل تريد فعلا صناعة المعرفة والمساهمة في حل المشاكل المختلفة للمجتمع؟ التحديات التي يواجهها التعليم الجامعي في الوطن العربي تقف عائقاً حقيقياً أمام تطوره والارتقاء به، ولعل من أهم تلك التحديات عملية التمويل، فالتعليم أصبح يكلف الكثير خاصة إذا تمت مراعاة الجودة والنوعية، إلا أن ما تخصصه الدول العربية للإنفاق على التسلح يفوق بكثير ما يخصص للتربية والتعليم والبحث العلمي، وما تخصصه الدول العربية قاطبة للبحث العلمي لا يتعدى الملياري دولار، وهو في حدود ما تخصصه جامعة هارفارد وميشيغان الأمريكيتان للبحث العلمي، فضلا عن الفجوة بين مخرجات الجامعات العربية وسوق العمل، الأمر الذي يعطي انطباعا عاما بأن التعليم الجامعي لا جدوى من ورائه، لا سيما في العراق الذي يعاني من انهيار التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل خاص بعد الاحتلال الأمريكي في 2003. صناعة المعرفة تتطلب شروطاً ومستلزمات وإمكانات مادية معتبرة وباحثين وعلماء في مستوى عال وإدارة رشيدة وفعالة واستراتيجية واضحة المعالم وصناعات ومشاريع تنموية تتفاعل مع المشاريع البحثية وتمولها وتستخدمها في تطوير الأداء والنتائج، فضلاً عن توفير بيئة بحثية ومجتمع يقدر العلم والمعرفة ويؤمن بذلك بمختلف شرائحه خاصة صناع القرار. الجامعات العالمية التي تهتم بالبحوث وتنفق من أجلها الأموال الطائلة وتعمل على توفير جميع السبل الكفيلة لتخريج جيل يملك أدوات حل مشاكل المجتمع والنهوض به في حركة دؤوبة من جيل لآخر، تلك هي الجامعات التي يعتز الطلبة بالانتماء إليها وتفتخر بها الأمم. أما إذا غابت الوسائل والإمكانات ومستلزمات صناعة المعرفة، فالكلام عن البحث العلمي وإنتاج المعرفة يبقى دون معنى. ينضم إلينا الضيوف الكرام حفظ الألقاب عبر زوم من طرابلس لبنان، أسامة كبارة رئيس المركز الإعلامي للتنمية البشرية ودراسات الشرق الأوسط، وعبر سكايب من سوسة في تونس أنور جمعاوي الباحث في مركز حوار الحضارات والأديان، وكذلك عبر سكايب من إسطنبول حمدي شاهين أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ من طرابلس. دكتور أسامة، إذا ما سألنا عن غائية أي تعليم جامعي في العالم بغض النظر عن الجغرافيا، أي تعليم جامعي، فما الجواب الذي يمكن أن نحصل عليه؟
يعني أنا أحييك وأحيي الإخوة الضيوف والأعزاء المشاهدين بداية، أهلا وسهلا بك. وأشكركم على إثارة هذا الموضوع الهام جدا. يعني بالنسبة إلى غائية التعليم، يعني أحب أن أوضح بادئ أن هناك مفردتين، مفردة التعليم ومفردة التربية، وهذين هاتين المفردتين متداخلين من حيث الأهمية ومن حيث الأهداف. فهناك من يفضل استخدام كلمة التعليم وهناك من يفضل استخدام كلمة التربية، ولكن في النهاية المؤدى واحد. أما الغائية، أو يمكن لعلك تقصد الفلسفة التي يقوم عليها التعليم أو التربية، فهي في الأساس تقوم على أساس بناء الإنسان، يعني بناء الإنسان وإعداد المواطن الصالح، بالإضافة إلى تهيئته ليكون منسجما ومهيئا للاستجابة للتحديات التي يواجهها مجتمعه. وطبعا يعني هذه الغائية من العملية التعليمية والتربوية مرتبطة بطريقة التعامل، تعامل هذا الشعب أو هذه الأمة ونظرتها إلى الحياة. يعني هناك شعوب مثلا تهوى التجارة، وهناك شعوب تهوى الزراعة، وبالتالي فإن النظام التعليمي أو التربوي يجب أن يأتي مناسبا لهذه النزعة أو لتلك النزعة، بشكل أنه تزيد من إمكانية الاستفادة في الزراعة أو في التجارة أو في الصناعة إلى ما هنالك. وأنا أعطي مثال على ذلك من خلال مقولة مشهورة للفيلسوف الصيني كونفوشيوس، يعني عندما يقول: إذا أعطيت أو إذا أطعمت فقيرا سمكة فقد أطعمته ليوم واحد، أما إذا علمته الصيد فقد أطعمته كل يوم. وبالتالي هذه فلسفة تربوية وتعليمية تناسب مجتمع الصين وأهل الصين. لذلك مثلا نشاهد الآن أن الصين يعني تنمو بطريقة عملية وتقنية وتعتمد على الحرفية والمهنية إلى حد كبير، بينما شعوب أخرى مثلا نظرية. يعني مثلا إذا أخذنا العالم العربي، العالم العربي حتى الآن الإنتاج الفكري فيه يقوم على الشعر والأدب للأسف الشديد. يعني لا أريد أن طيب، أستبق الحديث بهذا نعم الموضوع، ولكن يعني نعم أنا أربط قضية الغائية بطبيعة المجتمع والإنسان المراد تشكيله وتكوينه وإعداده فيه. طيب، لو انتقلنا الى سوسه لنسال الدكتور انور، يعني في العالم العربي تحديدا، وهنا يعني نخصص الحديث اكثر، هل هناك فلسفه واضحه المعالم ومحدده تجاه الدور والوظيفه اللذين ينبغي للتعليم العالي ان يقوم بهما؟ أهلا أستاذ جهاد، شكرا لتفضلكم بتناول هذا الموضوع الراهني المهم الذي يتعلق بواقع الأمة العربية ومستقبلها، لأن التعليم بشتى فروعه هو دعامة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وهو رافعة ضرورية لبلوغ مرتبة سنية من مراتب التقدم، وهو مجال التباري بين الأمم في عصرنا المعيش. بالنسبة إلى السياق العربي، الدول العربية في معظم دساتيرها تذهب إلى أن التعليم هو حق للجميع، وتقدم يعني دعما رمزيا لمشروع التعليم في الابتدائي والثانوي والجامعي، لكن يفترض في التعليم الجامعي تحقيق 3 مطالب أساسية. المطلب الأول هو تمكين المتعلم من مهارات نظرية وعملية تؤهله لإدارة شأنه الذاتي وللمساهمة في إدارة الشأن العام والانخراط في دورة المجتمع المهني. وأيضا يفترض في التعليم الجامعي أن يضمن وفرة المعلومة وقدرة الطالب على مواكبة هذه الكثرة المعلوماتية المشهودة في العالم في شتى مناحي المعرفة. يضاف إلى ذلك أنه من المهم بمكان أن تكون فلسفة التعليم الجامعي مبنية على تأصيل القدرة على الابتكار والتفكير العقلاني الذي يقدم إضافة إلى الاجتماع العربي. لكن
في السياق العربي بصراحة لا توجد استراتيجية واضحة المعالم لتوجيه التعليم الجامعي هذه الوجهة البناءة، ونحن نرى أن معظم الأنظمة السياسية العربية لا تنخرط جديا في تطوير المناهج التعليمية الجامعية وتوجيهها الوجهة التي تجعلها رافدا أساسيا من روافد التنمية، وذلك واضح من خلال محدودية حتى الميزانيات التي ترصدها معظم الدول العربية، إذا استثنينا يعني دول الخليج العربي، فإن باقي الدول العربية يعني مساهمتها المالية الموجهة لتطوير وتجديد التعليم الجامعي وجعله مواكبا للحداثة ومساهما في إنتاج مجتمع المعرفة هي مساهمة رمزية محدودة جدا لا تتلائم، والدور المركزي الذي يمكن أن ينهض به التعليم الجامعي في تحقيق نهضة الأمة العربية المنشودة. طيب دعنا نسمع رأي الدكتور حمدي من اسطنبول، من حيث الدور النهضوي الذي ينبغي للجامعة أن تقوم به، لو سمحت أن تطلعنا على رأيك في تقييم واقع الجامعات العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا سمعت نعم دكتور في كلامهم عن غائية التعليم، عن غاية التعليم في العالم العربي، والحقيقة يعني أنا لو تحدثت عن الغاية وهي ليست بعيدة عن الفلسفة بل هي مستهدف الفلسفة التعليمية لوجدت أن إيجاد الإنسان الصالح في مجتمعنا ينبغي أن يكون غاية التعليم، فإذا كان الإنسان هو غاية التعليم تصبح الإشكالية في مفهوم الصلاح، فالإنسان الصالح في بلد قد لا يكون بنفس معايير الإنسان الصالح في بلد آخر، والإنسان الصالح في مجتمعاتنا الشرقية قد لا يكون هو الإنسان الصالح في المجتمعات الغربية أو أخرى. في الحقيقة إن الذين يقومون على أمر الفلسفة في التعليم في بلادنا أو في عالمنا العربي، الذين يضعون تصورا ورؤية للتعليم في عالمنا ليس المتخصصين في أمور التعليم والتربية بقدر ما هي عناصر القوة في المجتمع. عناصر قوة في مجتمعاتنا هي التي تضع فلسفة التعليم، وعناصر قوة في مجتمعاتنا هم رجال الدولة ورجال الجيش ورجال الاقتصاد والمال ورجال الإعلام وهكذا. فهؤلاء يضعون سياسة للتعليم تخدم مصالحهم قبل أن تخدم مصالح الأمة، وهم يتصورون أن مصالح الأمة ومصالحهم سواء بسواء وأنها متماهية بالضرورة، لكن في الحقيقة نرى أن تدخل أو انفراد الدولة بوضع سياسة التعليم بعيدا عن استقلالية التعليم واستقلالية القائمين على المنظومة التعليمية، وهو نص دستوري في كثير من دساتيرنا العربية أن الجامعات مستقلة، النص على استقلال الجامعات وحقها في وضع سياساتها التعليمية، هذا الأمر غير موجود في واقعنا في واقعنا المعاصر، وبالتالي فأصبح مخرجات التعليم في عالمنا هي إعادة تشكيل للمجتمع بحيث يعيد شرعية أو إنتاج شرعية النظم الحاكمة والسلطة الموجودة في عالمنا، إيجاد أجيال متشابهة نمطية كلها بعيدة عن الإبداع، بعيدة عن التفكير، بعيدة عن الحرية السياسية، بعيدة عن الإيمان بالتنوع والإيمان بالتعددية، مما كرسه واقع حشو المواد التعليمية والتكرار والاعتماد على التلقين واستبعاد الإبداع. الإبداع في مجتمعاتنا أصبح جريمة، وأصبح يجب أن يكون على مقاس من وضع التعليم ومن يحدد لنا مجال الإبداع وكيفية الإبداع، وهذا شيء عجيب جدا. الإبداع الإنساني ينبغي أن يكون حرا وطليقا، لكن في مجتمعاتنا العربية هناك أزمة حقيقية في هذا الأمر. وجدنا الجامعات مستهدفة في بعض الأحيان، وجدنا أساتذة ومخترعين وعلماء كبار يستهدفون لمجرد مخالفتهم للنظام الحاكم، لمجرد معارضتهم للنظام الحاكم. فهذه أزمة حقيقية تواجه التعليم في عالمنا، مما أدى إلى تكريس الاغتراب عند الأجيال المتعلمة التي تخرجها الجامعات
بعض الإحصاءات يعني تقرير المنظمة العربية للثقافة والتربية أو للتربية والثقافة في تونس مثلا يقول إن 80% من الشباب العرب يرغب في الهجرة إلى الغرب، 80%، وإن من 35 إلى 40 مليون شاب عربي مهاجر، يعني 12% من السكان. وهذه إحصاءات مخيفة، نزيف العقول الذي يحدث في بلادنا. نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم وجود سياسة واضحة ومقنعة للمتعلم ومقنعة للعلماء أنهم يبقون في بلادهم ليمارسوا حقهم وواجبهم في تعليم أجيال جديدة. وجدنا نزيف العقول المستمر في عالمنا العربي. عندنا 70,000 خريج الجامعات العربية هاجروا إلى الخارج وهاجرون إلى الخارج. عندنا الإحصاءات تقول أن الوطن العربي يساهم ب 31% من الكفاءات والعقول المهاجرة من الدول النامية، أن عندنا 50% من الأطباء و 23% من المهندسين و 15% من العلماء من مجموع الكفاءات العربية بيهاجروا وتوجهوا إلى أوروبا وأمريكا بوجه خاص. يعني كل هذه إحصاءات تثير الخوف على مجتمعنا الجامعي وعلى علماء. هذا الحديث دكتور حمدي ينقلنا إلى الحديث عن موضوع محتوى ما يدرس في الجامعات، وهنا أنقل السؤال إلى الدكتور أسامة، وأنت أستاذ جامعي دكتور أسامة. المحتوى والمناهج التي تدرس في الجامعات هل تنسجم مع معطيات العصر ومع طبيعة المعرفة والعلوم التي جلها غربي المنشأ؟ في الحقيقة أن الحديث عن قضية المنهج أو المحتوى المقرر في الجامعات أساساً، يعني أنا أعتقد أن السبب الأساسي فيه يعود إلى الذهنية البيروقراطية أو الذهنية يعني الروتينية التي تسود الجهات التعليمية والتربوية في الدول العربية. يعني عملية تغيير المناهج أساساً يعتبر من المستحيلات أو من الأمور الصعبة جداً، ذلك لأنه يتم اعتماد مثلاً مقررات معينة، وبالتالي هذه المقررات تستمر لسنوات طويلة قد تمتد إلى 20 أو 30 أو 40 سنة، ولا تستطيع أي جامعة أن تغير من هذه المقررات. يعني وأنا عايشتها فترة من الفترات، يعني كنت أريد أن أحدث بعض المناهج ولكن اصطدمت بوزارة التعليم وقالت أنه لا نستطيع أو لا نقبل بأن يتم تغيير المنهج الموجود، وأن أسماء الكورسات أو أسماء المواد الموجودة يجب أن تبقى كما هي، أما إذا أردت أن تغير في المضامين فتستطيع أن تغير ولكن التسمية تبقى ولا تتغير. لذلك فإن المنهج التعليمي في الجامعات العربية، وهذا واضح أنه ثابت، يعني status quo بالذات، بشكل أنه عملية الاستجابة للتطور الذي يحدث في العالم فهذا غير موجود للأسف الشديد. يعني حتى أنا أذكر مثلا عندنا في لبنان، يعني فترة من الفترات فرنسا حاولت أن تغير من النظام التعليمي عموما، وبعد عدة سنوات قررت الحكومة اللبنانية أن تسير على خطى المنهج الفرنسي وبدأت بوضع الأسس التي تسير فيها على المنهج الفرنسي. ولكن الشيء المضحك أنه بالوقت الذي بدأ لبنان بتطبيق المنهج الفرنسي فإن فرنسا قامت بتعديل المنهج الذي وضعته أساساً، وبالتالي فنحن دائما مسبوقون نتيجة البيروقراطية ونتيجة الروتين ونتيجة الثبات، وربما لأننا مجتمعات غير صناعية أو مجتمعات غير متقدمة حقيقة. يعني الواقع الحالي هو واقع مستمر لسنوات طويلة، علما أنه لا أريد أن أتحدث عن الواقع السياسي والأمني وعدم الاستقرار السياسي في بلادنا والذي يجعل من معدل النمو في تلك البلاد يعني يكاد يقارب الصفر. وبالتالي فإن المناهج لماذا تتغير أساساً؟ لا تتغير لأنه لا يوجد هناك حاجة للتطوير أو تغيير هذه المناهج بحكم الأمر الواقع. طبعاً يعني الآن نستطيع أن نقول أن هناك محاولات، وخاصة أن العولمة أخذت تفرض نفسها، وبالتالي فإن القيمين على وضع المناهج التعليمية شعروا بالحاجة لذلك، لأنه لا نستطيع أن نتخطى نظام المعلوماتية، لا نستطيع أن نتخطى المجتمع المعرفي، لا نستطيع أن نتخطى الأجهزة التقنية التكنولوجية والأنترنت والتعليم عن بعد وما إلى هنالك. وبالتالي أخذنا بإدخال هذه المواد إلى جامعاتنا على استحياء، ولكن المشكلة الثانية التي تواجهنا حقيقة ونحن نتحدث عن المحتوى
أنه لا يوجد كتاب، لا يوجد كتاب عند الطالب يستطيع أن يدرس منه أي مادة معاصرة تم وضعها واعتمادها في الجامعة. يعني أساساً هناك أساتذة يدرسون مواد لأول مرة يعني يألفونها أو يعلمونها. فضلاً عن ذلك فلا يوجد الكتب المعتمدة باللغة العربية التي تتحدث عن هذه المواد المعاصرة والتي ينبغي تعليمها للطلاب وعلى الطلاب أن يستوعبوها وأن يفهموها وأن يتهيئوا أن يكونوا كوادر علمية ومهنية مهيئة لكي تستجيب مع تحديات الواقع الحالي. فللأسف المحتوى لا زال بعيداً جداً عن التطلعات وعن الطموحات المطلوبة في مجتمع الحداثة المعاصر حالياً. دكتور أسامة، أشرت إلى نقاط مهمة مرتبطة بحدود ومستوى المعرفة الذي يكتنزه الطلاب العرب من الجامعات، وهذا ما نريد أن نتوسع فيه ولكن بعد وقفة قصيرة. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن الجامعات العربية وصناعة المعرفة. سريعا أذهب إلى تونس. دكتور أنور، في علاقة الجامعة بالمعرفة ربما يحسن بنا هنا أن نوضح مفهوم المعرفة. لو تحدثنا ما معنى المعرفة ابتداء قبل أن نخوض في غمار هذا الموضوع. شكرا لهذا السؤال الوجيه المهم. المعرفة في نهاية المطاف هي معارف يمكن أن تكون نظرية أو معارف تطبيقية ميدانية، والمعارف تتحدد أهميتها من خلال مرجوعها على تكوين المتعلم. فالدارس عندما يقصد حرم الجامعة هو يروم أن يتلقى معارف نظرية وأخرى تطبيقية، لكن يروم أيضا أن يتعلم هو بدوره ملكة البحث. فنحن في حاجة إلى أن نرتقي بالمتعلم من مرحلة التلقي في الفترة الابتدائية ومرحلة ربما التفاعل النسبي في المرحلة الثانوية إلى مرحلة التحليل والقدرة على الإنتاج والابتكار في المرحلة الجامعية. هذه الحلقة ما زالت حلقة مفرغة في السياق الإبستيمي التعليمي الجامعي العربي. نحن نشهد أن معظم خريجي الجامعات العربية يخضعون لمناهج تلقينية ويتعاملون مع الدرس باعتباره مادة يحفظونها عن طريق. قبل الحديث عن المناهج التلقينية، يعني المعرفة أريد أن أفهم منك أكثر حتى نوضح للسادة المشاهدين أكثر، هل المعرفة في مسألة نظرية مثلا أن تخرج الجامعات العربية جيلا من الطلبة قادرين على وضع النظريات أم على اجتراح الحلول لمشاكل مجتمعية على سبيل المثال؟ وفي المسائل العلمية هل المعرفة هي أو إنتاج المعرفة هي الاختراع والابتكار أم هي التطوير والتحديث؟ يعني أكثر نغوص أكثر في عين القضية. نعم، هذا ما قصدت إليه، هو أن المطلوب في المؤسسات الجامعية العربية هو أن نتجاوز مرحلة التلقي إلى مرحلة تمكين الباحث أو الطالب أو الدارس من اكتساب مهارات اجتراح الحلول، أن يصبح الطالب قادرا على فهم الواقع الذي ينتمي إليه في مستوى مثلا العلوم الاجتماعية والإنسانية. للأسف يعني تدريس العلوم الاجتماعية والإنسانية مثلا في الدول العربية ما زال محدودا،
ولم يتم ترسيخه وتأصيله وفق قواعد منهجية علمية عقلانية. ما زلنا نعتمد مقاربات سردية تاريخية قديمة. يمكن القول أن الحالة التي يعانيها الواقع المعرفي في الجامعة العربية أنها في الجامعات العربية أنها تعاني مما يسميه يعني سانفورد بير بحالة التقادم التام، حالة التقادم التام في مستوى المحتوى، في مستوى المنهج، في مستوى مدى القدرة على إنتاج أجيال من الخريجين ومن الطلبة قادرين على أن يتجاوزوا مرحلة التلقي إلى الانتقال إلى مرحلة الإنتاج وإلى مرحلة الإبداع وإلى مرحلة الاختراع. وهذا ما تضطلع به الجامعات في دول أخرى كانت في نفس المستوى معنا في الستينات، لكنها سبقتنا الآن بعقود من التقدم. خذ مثلا على ذلك كوريا الجنوبية، سنغافورة، يعني هذه الدول، وماليزيا، هذه الدول كنا بعد الاستقلال في نفس المستوى معها في مستوى التقدم الاقتصادي والتقني، لكن هذه الدول قدمت الجانب التجديد التعليم وتطويره واعتبرته رافعة أساسية وقاعدة أساسية لتحقيق التقدم. لكن دكتور أنور، يعني معذرة دكتور أنور، يعني هناك محاولات في بعض الجامعات العربية، هناك إنتاج لمراكز أبحاث بحث علمي. وهنا لو أذنت لي أن يعني أخذ رأي آخر في هذه القضية بالذات وأسأل الدكتور حمدي، فيما يتعلق بقضية البحث العلمي، ما مستوى النجاح الذي أدركته الجامعات العربية في الانتقال من منهج التدريس التلقيني إلى منهج البحث العلمي، أو من طور تلقي المعرفة الغربية واستهلاكها على عواهنها إلى طور إنتاج المعرفة؟ نعم أخي الكريم، يعني حتى نصل إلى مرحلة الإبداع لابد من التطرق لما ينفق من أموال هي ضرورية ليصل الباحث إلى مرحلة استيعاب ما عنده أو استيعاب المتاح من المعارف، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة الإبداع والاختراع. إذا كانت ميزانية العالم العربي التي تنفق على التعليم، حمدي أن نؤجل حديث الميزانيات إلى المحور الأخير، لأن هذا سنفرد له في حديثا عن سبل الارتقاء بالتعليم الجامعي العربي. لكن هناك أنا ربما سألتك عن بعض المحاولات التي تشهدها الجامعات العربية وتأسيس مراكز البحث العلمي، إلى أي مدى نجحت في الانتقال من تلقي المعرفة إلى إنتاجها على ضعف الإمكانات؟ لم تنجح النجاح الذي نتحدث عنه، أو النجاح المأمول في مجتمعات مأزومة تعاني من التخلف الكبير. نحن لا نحتاج إلى نجاحات جزئية، نحن نحتاج إلى طفرة وإلى ثورة تهيئ المناخ لإحداث طفرة حقيقية وإنتاج حقيقي واسع الخطى في مجالات البحث العلمي. بلادنا شديدة التأخر في هذه المجالات، لذلك يعني حتى نقول نحن ننتج بحثا علميا، نحن نخترع، نحن كذا، عد براءات الاختراع الموجودة في العالم العربي، كم هي؟ ما مساحتها مما ينتج على مستوى العالم؟ هذا الحديث عن الاختراع والحديث عن الوصول إلى مرحلة الاستيعاب ثم الانتقال خطوة إلى الأمام يحتاج في الحقيقة إلى إنسان استوعب المتاح وتصالح مع نفسه وآمن بحريته، يعني وصل إلى مرحلة يعني يأمن على واقعه المادي، يأمن على مستوى معيشي يعني محترم يعيش فيه، ولا يحتاج أن يترك مختبره العلمي ليشتغل هنا وهناك حتى يوفر يعني ما يحتاجه أولاده من نفقات. هذا البحث العلمي مرتبط بالواقع الاقتصادي لا شك في ذلك، ومرتبط بالواقع السياسي ومستوى الحرية المتاح للبحث العلمي. أنا يعني أشهدك أني يعني ما نشرته وسائل الإعلام من أن وزير الأوقاف في مصر مثلاً يعني شتم باحثا علميا بأقذع الشتائم لأنه قال وجهة نظر مخالفة له. فإذا كان هذا هو مستوى ما يتاح من كرامة للباحث العلمي، أتريد من هذا الباحث المأزوم، الباحث المحتاج ماديا، الباحث الخائف على وظيفته والخائف على أمنه واستقراره أن ينتج وأن يبدع وأن يصل إلى مصاف العالم المتحضر؟ هذا محال. طيب دكتور أسامة، يعني لماذا يغيب انتشار مراكز البحث العلمي في الجامعات العربية أسوة بما هي عليه الحال في الجامعات المتقدمة؟ ما سبب، يعني هل هناك غياب للقرار مثلا من إدارة الجامعة من القيمين عليها، أم ماذا بالضبط؟ يا
يعني أنا حقيقة أحب أن أضيف على ما قاله الزميل في حديثه عن قضية البحث العلمي والأبحاث العلمية، ولكن أنا دعني أن أعطيك أمثلة عملية أخي حول قضية البحث العلمي وواقعه المأزوم والذي يعني يثير البكاء والحزن الشديد فعلا. لو سمحت لي أعطي بعض الأمثلة حتى نعرف واقع البحث العلمي عندنا في العالم العربي. يعني أنا عندما كنت أدرس مثلا في بريطانيا تعرفت على شاب مصري يعد البي اتش دي، يعد دراسة تروح الدكتوراه في دراسة التربة، وكانت الغاية من الأطروحة في دراسة التربة البحث عن مادة اليورانيوم في صحراء سيناء. يعني هذا هو البروبوزل يلي قدمه لإحدى الجامعات الإنجليزية، وبدأ بالدراسة ووصل تقريبا إلى المرحلة التطبيقية والميدانية، وذهب إلى مصر وطلب التسهيلات من الوزارات المختصة من أجل أن يقوم بأبحاثه في هذا المجال. فمكث عدة أشهر في مصر ولم يحصل على إجابة إلا الإجابة الأخيرة بالنهاية عندما قالوا له لسنا مهتمين بهذا النوع من الدراسات. وبالتالي الرجل رجع حزينا مكتئبا وتحدث مع السوبرفايزر، تحدث مع الدكتور المشرف البريطاني وقال له أن للأسف لم أجد أي مساعدة في هذا الموضوع. قال له لا تحزن، سنحول بحثك من دراسة التربة في صحراء سيناء إلى دراسة التربة في اسكتلندا ونبحث عن اليورانيوم في اسكتلندا. فالطالب المصري يلي إجا بمنحة مصرية وبمال مصري وتم توظيفه في بريطانيا لكي يدرس التربة في بريطانيا وفي اسكتلندا، بينما في مصر لم يجد أي مساعدة في هذا الموضوع. نعم. يعني أنا أعطيك هذا مثال، وعندنا أمثلة كثيرة. دراسة مثلا فكرة تأميم قناة السويس، فكرة تأميم قناة السويس كما تذكر يعني نعم. الكتب أن الرئيس عبد الناصر عندما أراد أن يدرس دراسة علمية قناة السويس لم يجد أي دراسة موجودة حول قناة السويس بحكم أنها كانت شركة فرنسية. هو سؤالي دكتور أسامة، لماذا تغيب المراكز البحثية في الجامعات العربية؟ لأنه أساساً لا يوجد اكتراث ولا يوجد اهتمام أساساً، لأنه للأسف الشديد كما قلنا أنه فهم الحرية، حرية التفكير وحرية الإبداع وحرية البحث هذا يحتاج إلى تمويل. يعني هل هو سبب سياسي أم إداري في الأصل؟ هو سياسي أولا ومالي ثانيا، مش إداري كمان. الإداري يأتي في الدرجة الثالثة، ولكن الجانب المالي كذلك. يعني كثير من الناس يعتبرون أن البحث لا يكلف شيء، لمجرد أن تجلس في المكتبة وتحصل على هذا الكتاب أو هذا الكتاب لكي تؤلف بحثا، وهذا منتهى الخطأ للأسف الشديد. يعني أنا نفسي واجهت هذا الأمر عندما كنت أريد أن أؤلف كتاب في موضوع معين، قالوا لي وماذا ستفعل؟ يعني ما هذا الجهد الكبير الذي ستقوم به؟ تجلس في مكتبة وتحصل على الكتب وتنقل من هنا وتنقل من هنا وتضع بحثا أو تضع كتاب. وهذا للأسف الشديد دليل على التخلف الذهني وعدم وجود روحية الابتكار وروحية الإبداع الذي نعم. هو أساساً المحرك الأساسي لوجود أبحاث. طيب. يعني عنا مثلاً للأسف الشديد أقول لك في العالم العربي ويمكن في لبنان هناك مئات من مراكز الأبحاث، ولكن مراكز أبحاث بالتسمية وليس لها أي قيمة وليس لها أي أعطاء علمي، ليس لها أي دراسة حول موضوع من الموضوعات التي يجب معالجتها أو مناقشتها مناقشة علمية وموضوعية. طيب دكتور أنور في سوسة، غياب البعد المعرفي لدى الطالب وتخريج أجيال من الطلبة الجامعيين متشابهين تقريبا من حيث وسائل التلقي، من حيث التلقين، من حيث مستوى الحفظ ربما، كيف انعكس على شخصية الشباب العربي ومن ثم على شخصية المجتمعات العربية؟ سؤال مهم جدا. الآثار التي نجمت عن هذا النهج التلقيني الغالب على المؤسسات الجامعية العربية واضح من عدة جوانب، لأننا أصبحنا إذا طالب في بعض الأحيان يكون مشتتا، هو غير متمكن مثلا من اختصاص معين في مستوى النظري وفي مستوى إجرائي، يضاف إلى ذلك أنه غير قادر على
توظيف ما تلقاه من معارف لكي ينخرط في دورة العمل وفي دورة الشغل. هذا إلى جانب أن جل الطلبة يعانون من أزمة التوفيق بين هذه الاختصاصات المتراكمة التي يتم إحداثها في بعض الأحيان بطريقة عشوائية في الجامعات العربية، لكن لا يجدون لها صدى في سوق الشغل داخل البلدان العربية أو حتى خارجها في بعض الأحيان. وذلك راجع إلى أن التكوين الذي يتلقاه الطالب في الجامعة لا ينسجم وحاجيات سوق الشغل. يضاف إلى ذلك أن التركيز على الجوانب النظرية لم يعد نافعا لدرجة كبيرة. الآن أصبحنا نتحدث عن أهمية تمكين المتعلمين من العلوم التطبيقية ومن العلوم التجريبية ومن العلوم التقنية التي على أساسها يمكن أن يساهم التعليم الجامعي في تحقيق التنمية الشاملة وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية، لأن الدول المتقدمة تستثمر في التعليم الجامعي، وكما نبهتم تقوم بإحداث محاضن بحث للمبدعين والمبتكرين، تقوم بإحداث مراكز بحثية وتمولها من ميزانيات الدولة، والغاية من ذلك أن يساهم الجامعيون سواء كانوا أساتذة أو باحثين أو خريجين في صناعة القرار، فيقدمون تصورات مثلا لإدارة الأزمة الاقتصادية، لإدارة الأزمة البيئية، لإدارة مثلا مشكلة الأوبئة غير ذلك. هذا ما تقوم به الجامعات في الدول المتقدمة، فالجامعة منخرطة في مشروع التقدم، في مشروع التنمية الشاملة، في مشروع تحقيق الانتقال الاقتصادي والاجتماعي. لكن الحال في المنطقة العربية أنه جل حتى البحوث وحتى رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه التي يعدها الطلبة والخريجون تبقى على رفوف المكتبات، وفي بعض الأحيان لا يجد الخريج حتى دعما ماليا من جانب الجامعة أو من جانب وزارة التعليم العالي ليقوم بنشرها. فإما أن يتناساها ولا ينشرها، أو أن ينشرها على حسابه الخاص. طيب، يعني حقيقة ضيوفنا الكرام، يعني تحدثتم عن 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 واقع التعليم، ولكن حتى لا تكون الصورة يعني سوداوية بالكامل أو لا تدعو إلى التشاؤم بالكامل، نريد أن نسأل الدكتور حمدي في هذا المحور الجديد عن الطريق التي ينبغي للجامعة العربية أن تسلكها حتى تخرج طلابا على قدر من الابتكارية، من المعرفة. برأيك ما هذه الطريق؟ يعني لا يمكن أن توضع سياسات عامة بمعزل عن المتخصصين. السياسات العامة للتعليم لابد أن يضعها المتخصصون في التربية وفي التعليم، لا أن يضعها الساسة لخدمة أغراضهم الخاصة. هذا شيء. الشيء الثاني، لابد أن يكون التعليم جزءا من منظومة شاملة لنهضة الأمة، فإذا غابت هذه المنظومة الشاملة لنهضة الأمة لا تحدثنا عن منظومة تعليمية مبدعة، لأن التعليم في كل العالم يؤدي دورا في إحداث النهضة ضمن سياسة كلية تحكم الدولة، ضمن سياسة كلية توجه المجتمع. لكن في بلادنا لا نجد هذا التساوق، هذا التماهي بين منظومة التعليم والمنظومات الأخرى، لأن الأمة كلها تعيش في حالة من التأزم. أقول إن مثلا إن صعب جدا أن نتصور أن يصبح النموذج الغربي هو النموذج الوحيد الذي نقتدي به في إحداث نهضة تعليمية، مع أن النموذج الغربي نفسه يعاني من مشاكل ومن أزمات. يعني هذا النموذج الغربي للتعليم هو الذي أخرج لنا هؤلاء الساسة المتوحشين الذين ملأوا الدنيا فسادا ودمارا في منذ إنتاج القنابل النووية، منذ ظاهرة الاستعمار الغربي، منذ ما حدث في العراق، منذ ما حدث في بلدان الربيع العربي. هؤلاء الساسة الغربيون هم نتاج الجامعات، هم نتاج منظومة التعليم الغربي. فكيف تكون منظومة التعليم الغربي هي القدوة والمثل الأعلى الذي نتأسى به؟ إبعاد النموذج الأخلاقي أو طرح النموذج الأخلاقي من المنظومة التعليمية سيؤدي بالمنظومة التعليمية إلى أن تنتج مجموعة من النماذج المتشابهة، من النماذج المؤطرة التي لا تحقق إبداعاً للمجتمعات. تحدثت عن الجانب الأخلاقي، وأنا أرغب أن أطلع منك على رأيك في كيفية سلوك الطريق المفضية إلى الابتكارية، إلى الإبداع، إلى إنتاج المعرفة من قبل الطلاب العرب. هل ثمة طريق ينبغي أن تسلكها الجامعات العربية، وعندنا جامعات خاصة؟ الجامعات العربية ينبغي أن تهيئ
مبالغ مالية جيدة كافية للبحث العلمي. في ظل يعني الإنفاق ببذخ على جوانب كثيرة في السياسة وفي القوات المسلحة وفي أجهزة الأمن وفي كذا وفي كذا، ثم يعطى الفتات للبحث العلمي ويراد أنه ننتج علماء وننتج باحثين، هذا يعني بعيد تماما عن الواقع. الشيء الثاني أن الطالب العربي ينبغي أن يشعر برسالته، بأنه له أهمية في هذا العالم، بأنه له أهمية في ولدي، في بطني، في بلدي، في أنه يحترم وتحترم إنسانيته وآدمته، حتى يكون عنصرا منتجا بحق في منظومة البحث العلمي. ينبغي أن تتاح وسائل وآليات للاطلاع على ما وصل إليه العالم. أنا عملت بحثا في جزئية من جزئيات التاريخ الإسلامي، ثم وجدت أن أحد العلماء سبقنا في هذا البحث بخمسين سنة. لماذا؟ لأننا لا نطلع على أحدث ما وصل إليه العلم في مجال تخصصنا، وبالتالي نعيد إنتاج العجلة مرة ومرات، لا تجدنا نقول إلا معادا من لفظنا مكرورة. نحن لا نطلع على أحدث ما أنتجه العالم ثم نبدأ من حيث أنتج، لأننا لا نملك هذه الإمكانية. طيب، سؤال مرتبط بشكل أو بآخر بهذه القضية للدكتور أسامة. يعني لدينا كما تفضلت عشرات بل ربما مئات المراكز البحثية، لكن الآن كيف ننتقل بهذه المراكز البحثية إلى طور التفعيل بحيث تنتج معرفة، لا ليس فقط تنتج أبحاث متشابهة نمطية، وإنما تنتج معرفة، كيف يكون ذلك؟ أستاذي الكريم، يعني عذرا قبل أن أجيب على سؤالك هذا، أريد أن أتوقف على السؤال الذي سبقه والذي تحدثت فيه عن شخصية الطالب العربي. كيف تكون شخصية الطالب العربي، وخاصة أنك ربطت هذا الأمر بالإبداع؟ فاسمح لي أن أتحدث ولو دقيقة أو دقيقتين في هذا الموضوع لو سمحت. باختصار تفضل. يعني أقول بكل صراحة أن تم تشكيل شخصية الطالب العربي بطريقة سلبية جدا، وتم تعطيل قدراته الابتكارية إلى حد كبير. أنا لا أقول ذلك نظريا، وإنما من خلال ممارساتي وخبرتي التعليمية. يعني أنا أحب دائما أن أعطي أمثلة عملية على ذلك. يعني مثلا في إحدى المسابقات في الامتحان النهائي طرحت على الطلاب سؤال: تحدث عن حرية التعبير في العالم العربي وأعطي رأيك فيه. كلمة وأعطي رأيك فيه شكلت لي أزمة كبيرة، لأن الطلاب كلهم أخذوا يتساءلون كيف يمكنهم أن يعطي رأيهم في هذا الموضوع، وأبدوا خوفا شديدا وقالوا لنا هل نحن ملزمون بالتعبير أو أن نعطي رأينا في هذا الموضوع. لكن لبنان يعني لبنان فيها هامش من حرية التعبير دكتور. يا أخي للأسف الطلبة مش لبنانيين، غير لبنانيين. يعني ماشي الحال. يعني هذه واحدة ثانية كذلك. مثال في إحدى السنوات، يعني أستاذ كان يدرس الطلاب طريقة العصف الذهني وطريقة التفكير الابتكاري والإبداعي، وقال لهم في الامتحان: فكروا لمدة ساعة وأجيبوا بربع ساعة، فكروا بساعة واكتبوا بربع ساعة. للأسف الشديد الكل لم يستطع أن يفعل شيء. لماذا؟ لأن المنهج التعليمي للأسف السائد في عالمنا العربي لم يعطي تلك الإمكانات الخلاقة التي تدفع الطالب العربي إلى الإبداع. طيب، أنا أكتفي بهذين المثالين. أما بالنسبة لقضية تفعيل المراكز البحثية أخي الكريم، أساساً المراكز البحثية مرتبطة، يجب أن تكون مرتبطة بداتا من المعلومات الكبيرة جدا، وأن تكون هذه بنك المعلومات الكبير يجب أن يكون على المستوى المعاصر، على مستوى ما ينتجه العالم من علوم ومن ثقافات ومن معارف ومن معلومات ومن ابتكارات ومن اختراعات. للأسف المكتبات العربية فقيرة وفقيرة جدا، وهذا واضح حتى من خلال إشرافنا على الأبحاث، على رسائل الماجستير والدكتوراه. دائما تجد أن الكتب التي يتم الرجوع إليها تعود إلى ما قبل الألفين. يا أخي تعود إلى ما قبل الألفين، يعني لا يوجد كتب جديدة، لا يوجد دراسات جديدة، لا يوجد إصدارات جديدة، إلا إذا كانت مراجع أجنبية. وحتى المراجع الأجنبية هناك مشكلة، لأنه للأسف الشديد النظام التعليمي العربي لا يعطي اهتماما كبيرا للغات الأجنبية
التي هي بالأساس هي الوسيلة الفضلة للوصول إلى المعلومات المعاصرة والمعلومات الحديثة، وهذا غير متوفر للأسف. طيب دعني أسأل الدكتور أنور في سوسة، ربما يعني ارتقاء بالتعليم الجامعي يحتاج الأمر إلى خطوة ومن ثم تتبع الخطوات الأخرى، برأيك من الذي يستطيع أن يشق هذا الطريق أو أن يخطو الخطوة الأولى؟ هل هي الجامعات الحكومية أم الجامعات الخاصة أم أن الحل منتظر من خارج أسوار الجامعات؟ الحل تشاركي بالضرورة، يساهم فيه كل الفاعلون، يساهم فيه الفاعل السياسي وفي يعني الحاكم يجب أن يكون منخرطا في هذا المشروع وأن تكون هناك إرادة سياسية متجهة نحو تطوير التعليم الجامعي، يشارك فيه أيضا مكونات المجتمع المدني ويشارك فيه أيضا أهل الاختصاص من المنتمين إلى الجامعة من أساتذة وباحثين، هؤلاء جميعا مكلفون بهذا الأمر. وفي نظري أن واقع التعليم الجامعي في الوطن العربي يحتاج إلى عملية حوكمة رشيدة يمكن أن تتعلق أساسا بمسألة التمويل، يمكن أن تتعلق بمسألة تقييم البرامج والمناهج الموجودة في المؤسسة الجامعية، ومن المهم بمكان أيضا إعلان استراتيجية شاملة لرقمنة المؤسسات الجامعية في مستوى منتجاتها البحثية، في مستوى علاقاتها بالمؤسسات الجامعية المحلية الوطنية والعالمية، بشكل يجعل الجامعة العربية جامعة منفتحة وجامعة مواكبة لأهم التطورات والأحداثات في المجال الأكاديمي وفي المجال العلمي. فنحن ننتمي إلى ما يسميه دارن بيرني المجتمع الشبكي Network Society الذي تتنافذ فيه الأمم بعضها على بعض والجامعات بعضها على بعض، ومن المهم بمكان أيضا في هذا السياق أن ندعم حركة الترجمة من اللغة العربية وإليها، خاصة من اللغة الإنجليزية إلى العربية ومن العربية إلى الإنجليزية، حتى يطلع العالم على مجهودات الباحثين العرب. طيب. حتى يتم تثمينها وإظهارها على الصعيد الإبسيمي والثقافي والمعرفي والعلمي كونيا. طيب. وعالميا. طيب دعنا نختم مع الدكتور حمدي في إسطنبول، بناء مراكز بحثية علمية في الجامعات دكتور فعالة ليست شكلية ربما يحتاج إلى رؤوس أموال، وقد تحدثت أنت شخصيا عن هذا الأمر، وهذه الأموال ربما تجذب العقول العربية المغتربة. عملية تأمين رؤوس الأموال لإنتاج مراكز بحثية تنتج المعرفة، هل هذا ممكن من الناحية العملية وكيف ذلك؟ يعني هذا مرتبط بالإرادة السياسية التي توظف مختلف إمكانات الدولة وفي منظومة متكاملة. يعني عندنا مؤسسات اقتصادية كبيرة، مؤسسات اقتصادية كبيرة تستنزف ماليا في جوانب متعددة لا صلة لها بالمال، ويتم اجتزاء أجزاء كبيرة من رأس مالها في إنفاقات ترفية واستهلاكية لا تعود على المجتمع بنفع ما. لو أن هذه المؤسسات الاقتصادية والمالية الكبيرة في عالمنا العربي وبخاصة في دول الخليج، لو أن هذه المؤسسات وجدت آلية أو وسيلة لربط البحث العلمي بما تقوم به هي من أنشطة اقتصادية لأحدثت طفرة كبيرة جدا. يعني مثلا مؤسسة تعمل في مجال المال وهناك بحوث في مجال الاقتصاد والاستثمار والتقنية العلمية الجالبة للاستثمار إلى آخره، لو أنها وظفت باحثين في هذا الأمر لأنتجت إنتاجا كبيرا. عندنا في دول الخليج في وفرة مالية في ممكن توظف في البحث العلمي بالفعل، وعندنا عقول كبيرة في مصر وفي دول المغرب العربي وفي دول المشرق العربي. يجب أن يتم هذا التكامل بين رأس المال من ناحية وبين العقول النابهة في مجتمعاتنا من ناحية أخرى. نقطة إضافية أنه مراكز البحث العلمي لا تكون مراكز روتينية بيروقراطية يتولاها موظفون من الدولة أو من ترضى عنهم الدولة، إنما يجب أن يكون هناك من العلماء الكبار المبدعين في عالمنا العربي سواء كانوا في الداخل العربي أو في بلاد المهجر، ينبغي أن يتولى هؤلاء العلماء النابهون آلية لإعطاء القدوة والدفع لهؤلاء الباحثين الشباب. عندنا في مصر نموذج جيد قدمه دكتور حمدي، أدركنا الوقت بنصف دقيقة من فضلك، تفضل.
الدكتور زويل في إنشاء جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا في مصر. هذا نموذج ممكن تكراره في أماكن متعددة، أن العلماء الذين قطعوا شوطا في العلم وشهد لهم العالم بذلك وعندهم حرقة على أوطانهم ورغبة في ذلك يستطيعون أن يدلوا بدلو في هذا المجال. وهذا كله مرتبط بتوفر بيئة سياسية تساعد على سن هذه القوانين وإتاحة حرية الإبداع والتفكير وإنتاج المعرفة. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام، كان معنا من طرابلس لبنان عبر زوم الدكتور أسامة كبار رئيس المركز الإعلامي للتنمية البشرية ودراسات الشرق الأوسط، كما شاركنا الحوار عبر سكايب من سوسة في تونس الدكتور أنور جمعاوي الباحث في مركز حوار الحضارات والأديان، ومن إسطنبول عبر سكايب أيضا الدكتور حمدي شاهين أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية. شكرا لكم مشاهدين الكرام، دمتم في حراسة الله.